أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج راب أب عبر قناة دي أم تي في. الأخبار السياسية والأمنية مكررة، غير أن الوقت يتوقف لحظة رحيل الكبار. وداعا يا شحرورة لبنان المشرقة، اختارت صباح أسطورة الفن العربي والسينما والمسرح ساعات الصباح الأولى لتلاقي خالقها بعد 87 عاما من المجد والفن، لترسم بصوتها وحضورها صورة الوطن العربي الحلم الخارج من الحروب والمآسي. صباح تعبرين اليوم من الفن والعز إلى التاريخ كأسطورة فنية لن تتكرر. الصبوحة اليوم راجعة على ضيعتها على الأرض اللي حبتها. هي غفت بسلام وأوصت أن يكون وداعها بالفرح والموسيقى. قناة دي أم تي في وبرنامج رباب خصصت تحية إلى صباح نستهلها بهذا التقرير، كما سنقدم القسم الأخير من حلقتنا مساحة لتكريم الأسطورة. إليكم شحرورة الوادي صباح. ما أقول يا لبنان ما يطل القمر، ما أقول ما نشوف الشمس بنهارنا. في العاشر من تشرين الثاني عام 1927 في بلدة بديدون جارة وادي شحرور ولدت جناتف غالي التي تعالت على الأحزان وبحبها للحياة طبعت أيامها بإرادة غلبت مواعيد الزمن. حب الفن رافق جنات منذ طفولتها، ومن شعر عمها شحرور الوادي أحبت القصيدة وشرب صوتها من نبع الأغنية اللبنانية، أغنية حملتها الشحرورة من واد في جبل الأرز إلى العالم كله. في بداياتها لم يقنع صوت شحرور الملحنين بسبب عدم اكتماله، لكن المخرج أنري بركيت آمن بموهبتها وقدمها للسينما عام 45 في أول عمل لها هو القلب الواحد، ثم ما لبثت أن تحولت مطربة ذات طاقات صوتية كبيرة فغنت لأعظم الملحنين مثل رياض الصنباطي، فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، محمد المونكي، كمال الطويل، بليغ حمدي، زكريا أحمد، الأخوين رحباني، لياسر رحباني، زكي نصيف، وإلي شويري. جنبك يا ابو الدرويش تغديني جبنة وزيتونة وتعشيني بطاطا. وقفت على إدراج هياكل بعلبك وكانت نجمة المهرجانات أينما حلت، فكانت أول فنانة لبنانية تسحر جمهور باريس في الأولمبيا عندما ترجمت الموال والأوف للفرنسية واقتحمت الكارنيجي هول في نيويورك الذي نادرا ما يخصص للغناء، وصدح صوتها في دار الأوبرا في سيدني، قصر الفنون في بلجيكا، ألبرت هول في لندن، بالإضافة إلى مسارح لاس فيغاس والعالم. ومهتنا بلهيبي يا عذابي وحبيبي وحبيبي مداريبي ولا شنو مهتنا. توالت بطولاتها السينمائية لتبلغ حوالي 85 فيلماً مع كبار الممثلين والفنانين، وفي مسيرة فنية تعد الأطول قدمت الأسطورة 27 مسرحية وعملا تمثيليا إذاعيا وتلفزيونيا، وقدمت حوالي 5000 أغنية باللهجات التونسية، المغربية، السودانية، السعودية، الكويتية، وغنت باللغات الفرنسية، الإنجليزية والإيطالية. تزوجت صباح 7 مرات، نذكر منهم نجيب الشماس والد ابنها البكر الدكتور صباح، وعازف الكمان أنور منسي والد ابنتها هويدة، كما ارتبطت بعدد من الأسماء المعروفة نذكر منهم النجم رشدي أباظة. في صوت الشحرورة يغلب موال الفرح النغم الحزين، وبطلاتها سحر أضاء ليالي لبنان والعالم، فكانت حياتها رزنامة الأمل والابتسامة. وبرحيلها يفقد الفن العربي أيقونة جمعت في صوتها الحنية والقوة في آن معا. خلي الشحرورة الصبوحة تغني ويهب البارود.